يشهد إقليم كردستان العراق فورة في الفنادق الممتازة، تغني السياحة وتجذب السواح. فنادق كل شيء فيها يستحق النجوم الخمس. وكل فندق راق من فنادق أربيل ودهوك والسليمانية يشرف على مناظر طبيعية ساحرة، ولليل فيها نكهات أخرى. وثمة مشاريع جديدة لبناء فنادق من الطراز الأول، تعتبر من أهم الاستثمارات الأجنبية في الإقليم.